هذا الشخص القناص تكلم عن الدبابة والقناص، ننتقل للقنبلة اليدوية. القنبلة اليدوية هذه تكون شخصك هذه فجأة بوم بنفجر. خير لك أن تصحح موقفك، هدفك السيطرة على الموقف، خطة العمل تحرق من التاريخ صعبين الراس نحو وضع خطة إيجابية. كمان مثل ما تكلمنا في عدسة الفهم، هدفه القصد الحصول على الإعجاب، يكون المنطقة العادية يتجه للعدوان وبؤرة الناس، هدفه البحث عن الاهتمام ينتج قنبلة. قنبلة يدوية عندما يتحول أحد إلى قنبلة هدفك السيطرة على الموقف. خطة العمل اجذب انتباههم مثل ما ذكرنا سابقا، اذكر اسمه، اذكر اسمه أكثر من مرة، ترجع للوعي، 2 صوب إلى القلب، 3 خفض حدة التوتر، 4 وقت للسلوك الحسن، 5 إمنع انفجار القنبلة. القنبلة طبعا بيكون كانت أشياء كثير فجأة بينفجر. طبعا أنت جذب انتباهه، سيطر على الموقف، خفض حدة التوتر، وقت للسلوك الحسن، وإمنع انفجار القنبلة. إمنع انفجار القنبلة، تكلم معه، صارحه، خلي حوار ودي، خليه يطلع ما بداخله، شو هو مزعجه كان من قبل، خليه يناقش، فبالتالي أنت تمنع انفجار القنبلة.